وزدنا علما وألحقنا بعبادك الصالحين. أما بعد، فمع الدرس الثالث من دروس البلاغة، وكنا قد تحدثنا في اللقاءات الماضية عن الفصاحة، فصاحة الكلام. أما المتكلم ففصاحته ملكة راسخة في نفسه، يعرف بها أساليب العرب وقوانينهم في الاستخدام، وفي متى يستخدم هذه الضمائر، ومتى يستخدم هذه الأشياء، وما هو المناسب من الكلام وما ليس مناسبا. فهذا أمر راجع إلى ثقافة المتكلم. ولذلك كلما توسعت مدارك الإنسان وعرف استخدامات اللغة يكون أكثر فصاحة. الآن ننتقل إلى البلاغة. والبلاغة أيضا كما قلنا في أول لقاء، قلنا الفصاحة دائرة واسعة، والبلاغة دائرة أخص منها. فكل بليغ فصيح، وليس كل فصيح بليغ. يعرف أساليب العرب، ويعرف قوانينهم في الكلام، ويحفظ لسان العرب كاملا، ولكنه إذا تكلم يتكلم معك بطريقة الطخا والنقاخ والحيزبون وعبارات من هذا، فهذا لن يفهمه الناس. قل أين قولي كثيب قديم من مقالي عقنقل قدموس. عقنقل هو كثيب، وقدموس يعني قديم. فمعرفتك للكلام لا تنفع إذا لم تحسن اختيار الكلمات المناسبة وأداء هذه الكلمات في محلها. ولذلك يعرفون البلاغة بأنها مطابقة الكلام لمقتضى الحال مع فصاحته. يعني لابد أن يكون الكلام فصيحا، فصيح هذا الشرط الأول. والشرط ماذا نقول في الشرط؟ يقول ما يلزم من عدمه العدم، ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم. مثل الوضوء للصلاة، توضأت، إيه أهلا وسهلا، ما صليت الآن، ولكن لا تستطيع أن تصلي إلا بالوضوء. كذلك الفصاحة شرط للبلاغة. فعرفت الكلام العربي وأحسنت فهم معانيه، وتعرف الأساليب العربية، ولكن إذا ما أردت أن تخاطب بها إنسانا لا تصل إلى قلبه. فالبلاغة كما قلنا مرارا وتكرارا في علوم العربية، نرجع إلى أصل استخدام الكلمة. لماذا قالوا بلاغة؟ من الوصول، بلغت مرادي، يعني ماذا أريد أن أوديه من أقصر طريق، وأقدر وأراعي حال السامع. هو من الملوك، فلا أتكلم معه بطريقة الحرس الذي يقف على باب الملك. هذا له لغة وهذا له لغة، وهذه عربية وهذه عربية، وهذه هذا له لغة وهذا له لغة، وهذه عربية وهذه عربية، وهذه فصيحة وهذه فصيحة. فلكل مقام مقال. بلاغة القرآن العظيم التي أذهلت الناس جميعا ولا تجدها في غيره البتة، استطاع أن يخاطب الناس جميعا بلسان واحد. هل تستطيع الآن، هل كلامنا هذا الذي أقوله لكم الآن، هل أستطيع أن ألقيه في السوق؟ يقول يا أخي هنا أفغانستان، وهنا أوزبكستان، وهنا ما أعرف إيش، وهذا عجم. لا 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 لا، هل أستطيع أن أؤديه في مكة المكرمة أو في الشام؟ لن يفهموا كثيرا من هذا الكلام عامة الناس. لماذا؟ لأنه كلام أكاديمي متخصص. ولكن هؤلاء جميعا يقرؤون كتاب الله سبحانه وتعالى ويفهمون كثيرا منه، إلا الأشياء التي خاصة بالعلماء أو التي فيها استنباطات فقهية، فهذه لا يستطيعونها. أما هو يفهم الرسالة التي جاءت من الله،
يعلم أن الله أمره بفعل الخير ونهاه عن الشر، وأن هناك نار وجحيم وجنة والنار، وفي مكارم وفي أخلاق، وفي يفهم يعني ربما أكثر من 90% ما دام عرف الإنسان العربي. طيب، وتجد الأستاذ الأكاديمي يقرأ القرآن، المتخصص يقرأ القرآن، كل يقرأ القرآن، كتاب واحد يؤدى إلى الناس جميعا. هذا من أساسيات بلاغة القرآن، لأن البلاغة مراعاة مقتضى الحال، فكيف تراعي أحوالا متعددة وأناسا متعددين باتجاهات مختلفة في أزمنة مختلفة بلسان واحد؟ هذا لا يقدره إلا الملك العليم سبحانه وتعالى. ويضربون أمثلة للفصحاء الذين ليسوا بلغاء، وعندكم أشياء لا أحب أن نقف عندها كثيرا، أجد رصيصا في أسناخي وكذا وكذا، ما بين الوابلة إلى كذا، من دائيات العنق، أحسن أشياء. يعني الآن إذا خاطبتكم بكلام طرفة الذي قاله في وصف ناقته وأجاد وأفاد في تلك البيئة العربية الأولى، كأن علوب النسع في دآياتها موالد من خلقاء في ظهر قردد، تلاقى أحيانا تبين كأنها بنائق غر من قميص مقدد. يعني من منكم فهم هذا الكلام؟ هكذا، لكن في بيئته وفي الصحراء كان يفهم، فكان فصيحا بليغا في عصرهم. أما الآن هو فصيح، ولكنه أردت أن أصف به الناقة لا يكون بليغا، فالبلاغة مراعاة مقتضى الحال. إذن أولا الحال، المقام، ثانيا المقتضى، وهو كيف أصوغ هذه العبارة، كيف أودي هذه أصيغ، هذا ليس أصوغ، ما أدري إذا كان أصوغ لها وجه لا أعلم، لكن هي صاغ يصيغ صياغة، فكيف أصيغ هذا طبعا لسنا في عصر الاحتجاج، وكما يقول الشافعي رحمه الله اللغة لا يحيط بها إلا نبي، ونحن يعني إذا أخطأنا في كلمة في العربية يعني الله المستعان. فيقول إذن الحال، ما هو المقام؟ ثانيا ما هي الصيغة التي سأقوم بأدائها؟ ثالثا مقتضى الحال، ما الذي يناسب هنا؟ فالآن نخاطب ملكا رئيسا، هذا له خصوصية، الرؤساء والملوك عموما لا يحبون الكلام الكثير، كلام الكثير يعني هذا يعني سألوا حالي يقول من هذا حتى يتكلم، فأوجز يعني أوجز. ولذلك إذا خاطبت ملك الملوك لا تبعد عن الصفحات لأنه لا يقرأها، حاجتك اجعلها في السطور الأولى وأوجز، عند ذلك سيقرأ. لاحظنا يعني مقام السامع له خصوصية، يضربون له مثالا في خطاب النبي عليه الصلاة والسلام لملوك الفرس والروم حينما أرسل لهم الرسائل، كانت الرسالة موجزة واضحة فيها ما يريده منهم، عدة أصلاح هذه خلاص انتهى الأمر، بينما حينما أرسل إلى بعض قبائل العرب تكلم النبي عليه الصلاة والسلام بالأساليب البيانية وباللغة الجزلة القوية، لماذا؟ لأنها تناسب هؤلاء الناس. إذن الناس عموما البلغاء يتفاوتون في العبارات وفي ترتيب المعاني وفي البسط والإيجاز، هنا مقام بسط، توسع يا أخي، أنت الآن خطيب تعظ الناس في وقت الموت والجنازة والناس يستمعون، هناك من يتغير حاله فتوسع لا بأس،
بعض الناس الآن يقول لهم ما يحصل معنا، يطلبون أن نتكلم في أعراس، وأثقل واجب على قلبي، وطبعا منذ زمن أنا أعتذر عن كل الكلمات في الأعراس. في العرس ماذا تتكلم؟ الناس أغلبهم ليسوا، لم يأتي من أجل أن يستمع كلمة شيخ، وهو يأكل حلوى أو مثلجات أو أشياء من هذا، وأنت الآن الشيخ يتكلم. يعني لذلك الأفضل أن لا تتكلم، فإن تكلمت وألزموك بالكلام إذا حصل معي أتكلم في دقيقتين يكفي هذا، ونصيحة عابرة جدا. فأيضا حسن اختيار الكلمات، العبارات التي ينشئها، كيف يعني الآن أنا أتكلم في موت فأقول مثلا في البداية أتي ببراعة الاستهلال، الحمد لله الحي القيوم الذي لا يموت أبدا يحيي ويميت، وهكذا. هذه مقدمة جميلة مناسبة للمقام. تتكلم في عرس تقول الحمد لله الذي خلقنا من نفس واحدة وجعل منها زوجها وبث منهما رجالا، لاحظ تأتي بشيء يناسب المقام، العبارات تكون مناسبة، تكون مرتبة. ها الإيجاز والتوسع هذا راجع إلى الحالة. لاحظ حينما تكلم الله سبحانه وتعالى عن سفينة سيدنا نوح عليه الصلاة والسلام، ووقف عندها علماء البلاغة كثيرا في كلمات، وغيض الماء وقضي الأمر واستوت على الجودي وقيل بعدا للقوم الظالمين، لخص لك القصة كلها في سطر واحد. فتحتار أنت إذا أردت أن تختصر هذا الكلام، لا يمكن، لأنه في غاية الإيجاز، وأدى الرسالة تماما. حديث القرآن عن الجنة والنار، حديثه عن يوم القيامة، ينقلك إلى المشهد ونفخ في الصور فصاعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون، وأشرقت الأرض بنور ربها ووضع الكتاب وجيء بالنبيين والشهداء وقضي بينهم بالحق وهم لا يظلمون. وهكذا في كتاب الله سبحانه وتعالى، من أراد التوسع فليتوسع في فليقرأ كتاب أسرار البلاغة ودلائل الإعجاز للشيخ الجرجاني رحمه الله. هنا الشيخ وقف في مقارنة عجيبة الحقيقة، ما عليش يعني سامحونا، هذه محاضرة وبالنسبة لأهل عصرنا ما أخذ ونرد، والسابقون أخطاء أقل. ماذا يتكلم الشيخ؟ يتكلم عن قضية البلاغة وأنها مراعاة مقتضى الحال، فأتى بمقارنة غريبة عجيبة، وهي ماذا؟ قول معن بن أوس في الفخر، لعمرك ما أهويت، ما أهويت كفي لريبة، ولا حملتني نحو فاحشة الرجل، ولا قادني سمعي ولا بصري لها، ولا دلني رأيي عليها ولا عقلي. لاحظ هذا يقول وهو يفخر بنفسه، يقارن بينه وبين قول بشار، ربابة ربة البيت تصب الخل بالزيت، لها عشر دجاجات وذيك حسن الصوت. الحقيقة هذه مقارنة ظالمة. لماذا؟ هو يتكلم عن مراعاة مقتضى الحال، هذا الذي يفخر ويتحدث عن آبائه وأجداده وعن مكارمه وأخلاقه، ويتكلم كلام في غاية في الروعة. بشار يتكلم في ماذا؟ وحدة عجوز جارة له تهديه بيضات ويأكل من هذا البيض الذي تهديه جارته لها، فماذا يقول لها؟ يتحدث لها حتى حينما يعني حتى انتقدوا بشار بالذات، يعني حينما يقول إذا غضبنا غضبة مضرية، تقول أنت قال هذا وتقول هذا. الحقيقة لكل مقام مقال، هنا يريد أن يتكلم بكلام تفهمه العجوز وتفرح به، وكلام يغنى تطرب له العجوز، ولذلك مقارنة الشيخ ظالمة.
بل أقول ما أتى به الشيخ المؤلف رحمه الله وغفر الله له عكس ما يريد. ما الذي يريد؟ هو يريد أن البلاغة مراعاة مقتضى الحال، وبشار راعى مقتضى الحال، كما أن معنى بالأوس راعى مقتضى حال الفخر والعز. فهذا الأمر يجب أن ننتبه. قلت ترى عجبا عاجبا وتفاوتا في الصنعة أبدا. نعم الكلام متفاوت ومختلف بعضه عن بعض، لكن لا تصور أن بشار بن برد يمدح تلك العجوز التي هي ربابة بأبيات مثل أبيات مع ابن أوس، فيكون قد أساء إليها ولم يحسن إليها من حيث أراد الإحسان. إذا بلاغة الكلام تحدثنا عنها، مناسب لمقتضى الحال، اختيار العبارات يكون مناسبا للمقام، التوسع والإيجاز على حسب الحاجة. نعم، ثم ننتقل إلى بلاغة المتكلم. بلاغة المتكلم هذه أيضا طائرة شدة تمرسه في أساليب العربية من بيان ومعان وبديع. هو فهم العربية وهضمها هضما واستطاع أن يؤديها. يعني الحقيقة يطربني كثير من كلام الزمخشري وهو يتحدث. الزمخشري حينما أقرأ تفسيره لكتاب الله سبحانه وتعالى، لا أتكلم عن عقيدته وسوءها وفسادها، هذه قضية أخرى. نعم، وهناك من يترقب لنا بالمرصاد، إنما أتكلم عن طريقته في الكلام. العبارات سهلة، العبارات واضحة، مناسبة للمقام، الأداء في غاية الروعة. هنا الشيخ ذكر المقارنة بين خطاب النبي عليه الصلاة والسلام لكسرى ووائل بن حجر الحضرمي. قال هنا في مخاطبة أهل فارس: من محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى كسرى أبرويز عظيم فارس، سلام على من اتبع الهدى وآمن بالله ورسوله، فأدعوك بداعية الإسلام، فإني أنا رسول الله إلى الخلق كافة، ينذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين، فأسلم تسلم، فإن أبيت فإثم المجوس عليك. لاحظ خطاب الملوك في غاية الإيجاز وفي غاية الإبداع، والكلمات جزلة، وأدى الرسالة كاملة. ما يريده منه، ما يريده منه أوصله إليه. هنا وهو يخاطب النبي عليه الصلاة والسلام جماعة من العرب وهم من أشراف بلادهم، يقول: من محمد رسول الله إلى الأقيال العباهلة من أهل حضرموت بإقامة الصلاة وإيتاء الزكاة. لاحظ الكلمات مختلفة، يعطيهم أحكاما شرعية، يلخص لهم الأحكام الدينية، ولكن بطريقة جزلة قوية تناسب العربي الذي يفرح بسماع مثل هذه الكلمات وتؤثر في نفسه. الآن في آخر المبحث جعله الشيخ تحت عنوان متممات: العيوب التي في الفصاحة والبلاغة كيف يعني تبتعد عنها. ذكر مخالفة القياس، كيف يعني تتحاشاها بالاطلاع على علم الصرف وعلم النحو وهكذا. كذلك ضعف التأليف والتعقيد اللفظي، هذا تراعي قواعد النحو من تقديم وتأخير إلى آخره وهكذا. الغرابة، عليك أن تأتي بكلمات معروفة مأنوسة يفهمها عامة الناس. نعم، دال الأحوال ومقتضيات، وهذه تكون من دراسة علم المعاني. علم المعاني الذي سندرسه في هذا الكتاب يبين لك ما كل حال وما يناسبها. التعقيد المعنوي هذا بدراسة علم البيان. علم البيان هو الذي يتحدث عن الجهات والمجاز، حتى لا تستخدم مجازا في غير محله.
تستخدم المجاز في 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 يعني مكانه. وجوه تحسين الكلام هذه تعرف من علم البديع وتسمى المحسنات اللفظية، يعني كيف تؤدي العبارة بعبارة لطيفة تؤثر في السامع ولها جرس موسيقي، كل هذا سندرسه في علم البديع. التنافر هذا يعني يحتاج إلى ذوق سليم وشعور هكذا، بحيث يكون إنسان ذواقا، والذوق هذا يعني هناك بعض الناس ثقلاء والحمد لله قليل، لكن يعني إذا درست وتعلمت وفهمت وخاصبت وتعمقت في العربية وأساليبها إن شاء الله ستكون من البلغاء. بعد ذلك سننتقل إلى علم البيان وعلم المعاني، هذا تعريفات موجزة تكون في اللقاء القادم إن شاء الله سبحانه وتعالى. يعني في اللقاء القادم سنتحدث عن علم المعاني وعلم البيان، أو أن نتحدث عن أشهر علوم البلاغة، نتكلم يعني بشكل إجمالي أيضا في الدرس القادم. علوم البلاغة الأساسية هي المعاني والبيان والبديع، نعرف بكل علم منها بشكل موجز، هذا في اللقاء القادم إن شاء الله. والآن نفسح المجال للسؤال لمن عنده شيء، ومرحبا بكم. لكن لا تطيلوا لأن هنا في إفطار، لا طبعا لكم يعني ليس لي وأيضا الفريق العمل عندنا وفيهم أطفال يعني جائعون يعني طبعا هذا ملحق، التابع تابع، الأطفال ليسوا من فريق العمل ولكن التابع تابع. نعم، لا يوجد أسئلة؟ طيب مرحبا بكم، نلتقي كم الساعة الآن؟ 10:30. نلتقي في تمام الساعة 11، معكم نصف ساعة، فمن أجل الإفطار والاستراحة قليلا معكم نصف ساعة، وآخذ دعوانا الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا